All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't call it. Now والفايز بالجيف اواي اللهبي هو هذا الشخص، مبروك عليك يا صاحبي، وراح اتواصل معاك ان شاء الله باقرب وقت ممكن. اهلا والله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نشوف كيف جون مورستن قتل آرثر مورغان في نهاية اللعبة، وأيضا راح نشوف القتال السري اللي صار بين دوتش وآرثر مورغان، وأيضا راح نشوف كيف جاك مورستن يتضارب، وراح نشوفه يعني يتضارب مع أشخاص كبار وفوق ذلك يجلدهم جلد. مقطعنا اليوم رهيب، فيلا نخش في المقطع. طيب عشان يوضح لكم الموضوع، في أحد الأشخاص قدر يلعب في ملفات اللعبة، وتحديدا قدر يعدل في ملفات المهمة الأخيرة للعبة واللي فيها آرثر مورغان يتقاتل مع مايكا بيل، هذه هي المهمة الرئيسية. لكن هذا الشخص جاء وبدل مايكا وخلاه دوتش، فصار قتال قوي بين آرثر مورغان وصديقه دوتش. فتعالوا سويا نشوف هذا القتال اللهبي. Unfinished business. You failed. Spineless bastard. Told me. You weak fool. I should have killed you long ago. You ain't no man. It is over now, Arthur. It's over. Oh, Dutch. He's right. You know it, and I know it. طبعا زي ما شفتوا كان قتال جدا جدا قوي بين الاثنين، وصراحة شيء غريب جدا انك تشوفهم يتضاربون. يعني آرثر مورغان ودوتش من بداية اللعبة كانوا اصحاب وحبايب من بداية اللعبة الى اخرها. طبعا لا احكي لكم، يعني آرثر مورغان جلد دوتش جلد زي ما شفنا، واحلى شيء انه فقع عين دوتش زي ما تشوفون. صراحة القتال جيد، وآرثر مورغان جلد دوتش جلد كامل.
جامد صراحة. في شيء جذب انتباهي في القتال، بالله شوفوا مايك هنا ايش قاعد يسوي، ما ادري صراحة ايش قاعد يسوي، لكن الظاهر انه قاعد يتأمل في الطبيعة، وداتش وارثر مورغان يتضاربون هو متكي ويتأمل في الطبيعة. يا حنش يا مايكا. طيب في احد الاشخاص ايضا في نفس المهمة الاخيرة استبدل مايكا بيل بجون مورستن وبنى نهاية جديدة للعبة، وقال فيها انه جون مورستن هو الخاين للعصابة، هو يعني اللي بلغ عليهم واللي كشف اسرارهم وفضح جميع مخططات العصابة ودوتش، فالنهاية انه ارثر مورغان يتقاتل مع جون مورستن، فتعالوا نشوف هذه النهاية كيف صارت. You shouldn't play with knives, you know. I ain't got time to cut you up good, but I'll try. Sure. I also wanted you, you rat. Come here. You thought I was a good guy? Just walk away! Do yourself a favor! It wouldn't take much to kill you! Sure. I figured that you and I had some unfinished business. I don't suppose life seems too rosy about now. It shouldn't. You ain't a hard man. You're a phony. I'm half dead, and you still can't kill me. Look at you, damn parasite. Come on, I don't want you to get hurt. I can't refuse a man his dying wish. You want a scar like mine? Come on, then! I'll cut you open like a pig! I do love a knife fight. Let's see what your insides look like! You are dead, friend! That money's mine. Come on, then! I will kill you, friend! You shouldn't play with knives, you know. I ain't got time to cut you up good, but I'll try. Sure. I also wanted you, you rat. Come here. I'll cut you a new smile. You're gonna die slow, my friend. So, why are you still alive? Friend, you're screwed. Trust me. I'm a surgeon. طبعا زي ما شفتوا القتال بين آرثر مورغان وجون مورستن كان جدا جدا قوي وحامل وطيس صراحة. لما تيجي تطالع في القتال تحس انه في شيء غلط، وابدا ابدا ما هو راكب انه هذول الاسطورتين يتقاتلون مع بعضهم البعض، وانه واحد فيهم يعني واشي او واحد فيهم خان العصابة، صراحة شيء غريب جدا. صراحة احلى شيء عجبني في القتال الحوارات بين الاثنين، الحوارات كانت جدا جدا قوية وراكبة على بعضها البعض صراحة. هذا الشخص جدا جدا أبدع في هذه النهاية، مع أنها نهاية يعني نوعا ما غير مقبولة، لكن صراحة بدع بدع بدع، والحوارات جدا جدا أسطورية، والقتال 10/10. طبعا في شيء صار في النهاية، واللي هو أنه جون مورستن قتل آرثر مورغان بطريقة بشعة جدا زي ما شفنا، طعن آرثر مورغان في عينه ودمر له الجبهة تدمير شامل. Oh, Christ almighty! Folks like you... Sit!
No wonder nothing gets done. Come at me! You end up on your ass. Hello. Come on! Don't give him an inch! Don't Your days are over, you son of a bitch! Christ in heaven! Get a piece of food! طبعا زي ما شفتوا جاك مورست انجلدهم جلد وبكسهم تبكيس. صراحة عجبني جدا جدا جدا. صراحة احلى شيء عجبني في جاك مورست اللي هو الحركة الاخيرة او الحركة النهائية حقه. عنده حركة نهائية كذا تدمر العدو على طول، اللي هي لما يمسك العدو يخنقه 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 الين ما يموت زي ما تشوفون. صراحة هذه الحركة جدا جدا رهيبة وجدا عجبتني. طيب شاركونا في خانة التعليقات على النهاية اللي فيها جون مورستن يقتل آرثر مورغان، وأيضا شاركونا آراءكم عن جاك مورستن المهايطي اللي يجلد أي واحد يشوفه في الشارع. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم جاك مورستن ويعطيكم هد ويسوي لكم الحركة الأخيرة حقه ويدمر لكم الجبهة تدمير شامل. يلا سلام عليكم.